سامعنا الطالب صهيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بين ربك أوحى لها يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا. شكرا للطالب صهيب. طبعا طالب صهيب يعني صار فيه تصميم على القراءة الآن، يعني ما في تحضير، ولكن بدنا نحيي صهيب كف حامل إنه يعني أول مرة بيطلع على الإذاعة وهو اللي بدأ. شكرا لك صهيب.